اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمنا على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. فعلا خلونا ناخدكم في جوله تفصيليه في احوال الطقس النهارده. بتتوقع هيكون يشهد ارتفاع في درجات الحراره وهيكون دافئ على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه. هيكون في شبوره مائيه كثيفه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كمان هيكون في نشاط رياح على اغلب الانحاء، ودي للاسف هتكون مثيره للرمال والاتربه على السواحل الشماليه الغربيه. خلونا دلوقتي نصعد مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 23 والصغرى 13، اسكندريه 22 14، مطروح 21 13، سيوه 23 8، بورسعيد 20 12، دمياط 20 11، اسماعيليه 22 11، اسويس 21 11، العريش 21 11، طابا 23 13، كاترين 19 5، شرم الشيخ 26 14، الغردقه 25 14، الفيوم 24 9، بني سويف 24 9، المنيا 25 8، اسيوط 27 7، سوهاج 27 8، قنا 31 9، الاقصر 32 11، اسوان 32 11، الوادي الجديد 28 11، شلاتين 32 12، واخيرا حلايب 29 13. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو، وهنرجع مرة تانية لمحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك. بنشكرك. شكرا.